في خلال فيديو النهارده خلينا نوضح المشكله اللي هتقابل شخصيه باتمان في عالم دي سي، وانا هنا بقى بتكلم ان كان شخصيه باتمان اللي هتتقدم في العالم السينمائي الجديد مع جيمس جون، او حتى شخصيه باتمان التابعه للعوالم الاخرى مع المخرج مات ريفز. لان هنا كده مع الاخبار اللي بتنتشر مؤخرا حوالين شخصيه باتمان بيتضح منها كده ان شخصيه باتمان بالفعل هتكون في مأزق كبير جدا، وحاجه زي دي ممكن توصل في النهايه ان جيمس جون بالفعل يضحي بعالم باتمان الخاص بالمخرج مات ريفز. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشتركوا في زر الاشعارات على كل عشان يوصلك كل جديد، واهم حاجه ما تنساش تحط لايك على الفيديو. ومن غير ما نطول في الكلام كتير يلا بينا نبدا. في الفيديو اللي فات وضحت لك كده ان المفروض فيلم باتمان ذا بريفن ذا بولد اللي هيكون تابع للعالم السينمائي الجديد هيتم تصويره بدايه من العام القادم وهو سنه 2025، وللعلم كده المفروض السنه دي مش هيتم عرض اي اعمال خاصه بدي سي غير فيلم سوبرمان فقط، ولحد هنا الدنيا تمام ومفيش اي مشاكل. ولكن المشكله الكبيره هنا ان كان في اخبار منتشره من فتره والمفروض كمان يتم تاكيدها خلال مؤتمر كوميك كومن اللي جاي، وهو ان المفروض كده العالم بتاع مات ريفز او بالتحديد ذا باتمان الجزء الثاني من العالم ده هيبتدوا تصوير فيه بالفعل من اول السنة اللي جاية سنة 2025 برضو. ولكن هنا لما تيجي تتكلم على نقطة زي دي هنعرف كده بكل بساطة ان المفروض الفيلم بتاع ذا باتمان الجزء الثاني هيتعرض معانا سنة 2026، وده بيحصل كده بعد ما تم تأجيله السنة كاملة يعتبر من سنة 2025 لسنة 2026، والكلام ده المفروض اكد عليه جيمس جون. فاحنا هنا لو هنمشي على الكلام ده يبقى كده المفروض فيلم ذا باتمان الجزء الثاني هو اللي يتعرض قبل باتمان ذا بريفن ذا بولد اللي هيكون تابع للعالم السينمائي الجديد، وهنا الكلام منطقي وجميل جدا ويرضي كل الاطراف كمان، لان بصراحه الموضوع طول جدا مع ذا باتمان الجزء الثاني من الجزء الاول، مش هينفع الفيلم ده او الجزء الثاني من السلسله يتاجل اكتر من كده. ولكن على الجانب الثاني جيمس جون هيكون في مشكله كبيره جدا بسبب تاجيل شخصيه باتمان اللي هيكون تابع للعالم السينمائي الجديد، وزي ما سبق ووضحت لك قبل كده بدل بيتقدم معانا شخصيه سوبرمان بالتالي لازم يتم التلميح عن شخصيه باتمان او تظهر على الاقل خالص في الفيلم بتاع سوبرمان، وده علشان خاطر يمهد على ظهور الشخصيه في العالم ده وكمان العمل الخاص بيه. واللي يمكن كمان في فيديوهات التسريبات بتاعت موقع تصوير سوبرمان اكدت معاك اكتر من مره ان هيتم التلميح عن شخصيه باتمان ده اذا ما ظهرش، لان زي ما وضحت لك كمان ان بشكل كبير ممكن يكون في كاميو لشخصيه باتمان في فيلم سوبرمان اللي جاي، وده بالفعل لو تم اختيار الممثل اللي هيعمل الشخصيه قبل نهايه تصوير فيلم سوبرمان. ويمكن هنا بسبب ان شخصيه باتمان ممكن تعمل كاميو في فيلم سوبرمان اللي جاي بدانا في الفتره الاخيره نسمع كده كلام كتير بينتشر ان جيمس جون بدا بالفعل باختبارات الممثل اللي هيقوم بشخصيه باتمان في العالم السينمائي الجديد، مع ان انا شايف ان حاجه زي دي في الوقت الحالي هتكون صعبه شويه. طيب اللي يسهل الموضوع على جيمس جون ان هو بالفعل كان يضم العالم بتاع مات ريفز ليه في العالم السينمائي الجديد، في الحاله دي كنا نقدر نقول ان بالفعل شخصيه باتمان هتظهر معانا في فيلم سوبرمان اللي جاي، وعلى الجانب الثاني نقدر نقول ان الجزء الثاني من ذا باتمان هيكون تحت مسمى ذا بريفن ذا بول، وخلاص كده كل المشاكل بتاعه الفيلم او عالم مات ريفز هتكون اتحلت، بل كمان مش هيكون في مشكله ما بين المخرج جيمس جون وما بين كمان مات ريفز. ولكن واضح كده بعد المطالبات وكمان الحملات اللي بتطالب ضم عالم مات ريفز للعالم السينمائي الجديد، مات ريفز مازال مصر على رايه وهو انه يرفض طلب جيمس جون، وده بالفعل اللي بيوصل لتاجيل الجزء الثاني. علشان نشوف خبر كده مؤخرا بدا ينتشر ان فيلم ذا بريفن ذا بولد هو اللي هيتعرض قبل فيلم ذا باتمان الجزء الثاني، وخبر زي ده محبط جدا الصراحه. فاللي بيتضح كده معانا من الخبر ده ان بالفعل فيلم ذا بريفن ذا بولد هيتعرض معانا ولكن هيتعرض سنة 2026، مما يوصل معانا كده ان فيلم ذا باتمان الجزء الثاني هيتعرض معانا سنة 2027 او 2028. وفي حالة زي دي نقدر نقول كده على عالم مات ريفز ان يعتبر العالم ده مات، لان مش هينفع انت كفان لفيلم ذا باتمان او السلسلة الخاصة بمات ريفز تستنى الجزء الثاني اكتر من كده، بل على الجانب الثاني معاك رئيس الاستوديوهات دي سي بيفضل نفسه عن الاخرين، بالرغم كده ان الاخرين او العوالم الاخرى في الوقت الحالي هي افضل بكتير وكمان يمكن هي اللي موقفه دي سي على رجليها. يعني من الاخر كده نقدر نقول على المخرج جيمس جون هو شخص نرجسي ما بيحبش غير نفسه، وان دايما فانز دي سي تشوفه هو المنقذ.
فانا قلت لك قبل كده وبقول لك تاني ان المخرج جيمس جان على المستوى الشخصي سيء جدا، ولكن في الاول وفي الاخر انت مالكش دعوه غير بالاعمال بتاعته. ولكن هنا على الجانب التاني بعيد عن الخبر ده، ان انا بصراحه يعني مش مصدقه لحد دلوقتي، يا ترى الافلام بتاعت شخصيات باتمان هتتعرض امتى؟ اول حاجه كده خليني اقول لك ان كان يقال ان في مؤتمر الكوميك كون بالفعل هيتم بدايه تصوير الجزء الثاني من ذا باتمان سنه 2025، وده علشان خاطر الفيلم هيتعرض معانا سنه 2026، والكلام ده منطقي جدا، ان زي ما قلت لك كده ان الفيلم ده مش هينفع ان هو يتاجل اكتر من كده. فاذا كده شخصيه باتمان التابعه للمخرج مات ريفز ما فيهاش اي مشاكل لحد دلوقتي، ومن دلوقتي لحد ما الخبر ده يتم الاعلان عنه بشكل رسمي اقدر اقول لك ان كده عالم مات ريفز ما فيهوش اي مشكله، لان العالم ده بالفعل كده هيكمل بدون اي تدخلات من جيمس جون. وده كمان حتى لو مش هيتعمل اعمال مشتقه من السلسله دي زي مثلا مسلسل ذا بينجوين، بس خلينا نقول ان هيبقى عندك جزء تاني وكمان تالت يقفل معاك السلسله دي. ولكن بقى المشكله الكبيره اللي هتقابلنا الفتره اللي جايه بسبب شخصيات باتمان هي بسبب شخصيه باتمان التابعه للعالم السينمائي الجديد التابع لجيمس جون، وده بسبب الاخبار اللي انتشرت مؤخرا، وهو يقال كده ان بدايه تصوير فيلم ذا بريفن ذا بولد هتكون مع سنه 2025، ودي برضو نفس السنه اللي هيتم تصوير فيها ذا باتمان التابع للمخرج مات ريفز. وزي ما وضحت لك كده في الفيديو الاخير ان من دلوقتي لحد اخر السنه دي هيتم اختيار الممثل اللي هيعمل شخصيه باتمان في العالم السينمائي الجديد، إذا فعلا تم تأكيد الخبر ده خلال الفترة اللي جاية وسمعنا عن ممثل هيقوم بشخصية باتمان، يبقى كده نقدر نتأكد 100% إن بالفعل فيلم ذا بريفن ذا بولد هيتم تصويره في سنة 2025. وحاجة زي دي بقى اللي توصلنا للمشكلة الكبيرة اللي ممكن تحصل. هو دلوقتي المنطقي إن فيلم ذا باتمان التابع للمخرج مات ريفز هيتم تصويره خلال السنة اللي جاية، وده علشان خاطر هيتعرض معانا سنة 2026، ودي حاجة شايفها انها طبيعية جدا ان يتم تصوير الفيلم قبل عرضه بسنة، خلاص كده تمام. ولكن ليه في الوقت ده يتم تصوير فيلم باتمان ذا بريفن ذا بولد اللي هيتعرض معانا في العالم السينمائي الجديد؟ ما يأكد معانا كده ان ممكن كمان فيلم باتمان التابع للعالم السينمائي الجديد يتعرض معاك سنة 2026، ولو قلت لك قبل كده ما ينفعش يتعرض فيلمين لنفس الشخصية في سنة واحدة، فانت كده بتتسبب في مشكله كبيره لدي سي وانت مش حاسس بيها، ثانيا انت هتعمل مشكله كبيره جدا مع فانز دي سي، علشان دي حاجه في الاخر توصلنا ان احنا نقول ان فيلم بريفن ذا بولد هيتعرض معانا سنه 2027. وفي الحاله دي نقدر نقول كده ان تصوير الفيلم ممكن يبتدي معانا سنه 2026، ولكن هل ده الحل فعلا لشخصيه باتمان التابعه لجيمس جون؟ للاسف برضه حاجه زي دي هتعمل مشكله لشخصيه باتمان بتاعه ذا بريفن ذا بولد، ده بسبب ان هيتم عرض الفيلم الخاص بيه بعد سنتين يعتبر من عرض فيلم سوبرمان، واللي زي ما قلت لك كده ان المفروض بدال في فيلم خاص لشخصيه سوبرمان بعدها على طول نشوف فيلم خاص لشخصيه باتمان. كمان ما تنساش ان هيتم التلميح عن شخصيه باتمان في فيلم سوبرمان، والمفروض الاولويه هنا شخصيه باتمان تكون باتمان التابعه لجيمس جون، لان مش هينفع يتم التلميح عن شخصيه باتمان في فيلم سوبرمان وبعدها نشوف عرض فيلم ذا باتمان الجزء التاني. كده يعني مع احترام الناس اللي مش عارفه فين باتمان التابع للعالم السينمائي الجديد، هتفتكر كده ان باتمان عالم مات ريفز هو يعتبر باتمان العالم السينمائي الجديد. قلت لك برضه حاجه زي دي هتوصل في النهايه لخبطه كبيره، وبرضه نقطه زي دي ممكن توصل ان جيمس جان يوصل في الاخر ان هو يعرض فيلم باتمان ذا بريفن ذا بولد قبل فيلم ذا باتمان الجزء التاني، مما وصلنا كده للخبر اللي كان منتشر ان ممكن باتمان الجزء التاني يتم تاجيله لسنه 2027 او 2028، وده علشان خاطر ما يحصلش اي لخبطه ما بين العالم السينمائي الخاص بجيمس جون وعالم مات ريفز مع ذا باتمان. فللاسف هنا في النهايه بعد كل الكلام ده هيحصل مشاكل ان كان بقى مع عالم مات ريفز او عالم جيمس جون، وده كله بسبب شخصيه باتمان، واللي هو من الاخر كده في فيلم فعلا منهم هما الاثنين هيتم تاجيله، ان كان بقى ذا باتمان الجزء الثاني هيتاجل مره ثانيه او باتمان ذا بريفن ذا بولد هيتم تاجيله لبعد فيلم ذا باتمان الجزء الثاني اللي هو ممكن يتعرض معانا سنه 2027، واللي انا شايفه هيكون بعيد جدا عن فيلم سوبرمان من وجهه نظري في عالم سينمائي جديد. علشان كده كان من البدايه جيمس جون كان بيحاول يضم عالم مات ريفز لعالم السينمائي الجديد، وده علشان خاطر ما يقعش في كل المشاكل اللي بدات تظهر في الوقت الحالي ولسه هتظهر بشكل اوضح الفتره اللي جايه، لان زي ما قلت لك كده على قد ما الخبر ده انا شايف ان هو مش صحيح 100%، ولكن كل السيناريوهات اللي منتشره في الوقت الحالي بتوصل فعلا للكلام ده، ان كده لا اما ذا باتمان الجزء الثاني يتم تاجيله، لا اما باتمان ذا بريفن ذا بولد هيبتدي بدايه متاخره جدا على العالم السينمائي الجديد.
واعتقد كده ان كلامي ده هيتوضح بشكل اكبر خلال الكام يوم اللي جايين، وده بسبب مؤتمر الكوميك كون اللي كلنا منتظرين كده ان الكاست بتاع فيلم ذا باتمان الجزء الثاني يتم الاعلان عنه بشكل رسمي، وبعدها كده يتم الاعلان عن بدايه تصوير الجزء الثاني. واعتقد هنا بعد الاعلان ده مش هيقدروا ان هم ياجلوا الجزء الثاني اكتر من كده، مما يوصل معانا كده ان باتمان ذا بريفن ذا بولد هيظهر معانا بشكل متاخر جدا في العالم السينمائي الجديد، بل كمان متوقعش ان يتم اختيار الممثل اللي هيعمل شخصية باتمان في الوقت الحالي، لان لو تم اختيار الممثل اللي هيعمل شخصية باتمان التابع لجيمس جون في الوقت الحالي، فحاجة زي دي هتوصل جيمس جون انه لازم يقدم فيلم باتمان ذا بريفن ذا بولد ويتعرض مباشرة بعد فيلم سوبرمان، وفي النهاية ممكن يوصل فعلا ان يتم عرضه سنة 2026. بس كده يكون فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وبيس.